بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. موضوع الذي سأتحدث فيه إن شاء الله عز وجل موضوع مهم جدا، لأنه يتعلق بالبراعم والأطفال الصغار. دخل الأمس الأحد 15 نوفمبر، دخلوا أطفال ولا تلاميذ التحضيري. طيب، تلاميذ تحضيري في القطر الوطني الجزائري كله رام يقرأوا من 8 للـ12:15، ورام يقرأوا من 1 للـ5:15. كذلك تلاميذ السنة الأولى والثانية، كاين مجموعة راهي تقرأ الصباح من 8 للـ12:15 ومن 1 للـ5:15. وهذا اللي نشوفه أنا شخصيا جريمة وأمر خطير جدا، يتعلق بالبراعم الصغار ويتعلق بالتلاميذ، لما المفروض نديروا حل آخر ولا أمر آخر اللي يكون. معلوم أن الأطباء ولا المختصين نصوا منذ القدم أن التلميذ فلا صغير في عمره 6 سنوات ولا 5 سنوات ولا 7 سنوات ما يجلس في طاولة أكثر من 3 ساعات. إحنا رام يقرأوا من 8 للـ12:15، هذا رانا كما قالوا ناس بكري راح نعوقه جيل كامل راح نعوقه. هذا من جهة، لأنه الطفل راه في مرحلة تكوين وإنشاء العظام، تخليه جالس في طاولة هكا من 8 للـ12:15 رانا نعوقه فيهم. هذا من جهة. من جهة أخرى، اللي عمره ما بكى ولا عمره ما كره المدرسة ولا كره القسم، ولا يبكوا كامل التلاميذ ويكرهوا المدرسة، لا، رانا راح نحكمهم في المدرسة من 8 للـ12:15 تحضيري والسنة الأولى والثانية. إن قلنا ضرورة وكورونا وما كاش كيفه، الثالثة والرابعة والخامسة معليش نقروهم من 8 للـ12:15، ومجموعة ثانية من 1 للـ5:15، ثالثة والرابعة والخامسة معليش كبار وعادي. أما تحضيري 5 سنوات والسنة الأولى والثانية 6 سنوات و7 سنوات يجلس في طاولة من 8 للـ12:15، هذا جريمة في حق الطفل وجريمة في حق الأطفال والتلاميذ والبراعم. لذلك نداء لوزارة التربية ونداء للوزارة ونداء للسلطات المعنية والنداء للجمعيات والنقابات وأولياء التلاميذ كذلك، المفروض اللي يتكلموا أولياء التلاميذ. كيفاش تلميذ طفل صغير يجلس في طاولة من 8 للـ12:15؟ هذا التوقيت اللي دارته الوزارة مرفوض مبدئيا، مرفوض كلش. احنا قعدنا سبع أشهر تاع كورونا بدون عمل وكلش مغلوق. علاه الوزارة التربية في ذيك 7 أشهر علاه ما داروش مخطط وما داروش برنامج للدخول المدرسي وللتوقيت المدرسي وكيفاش يقراو التلاميذ؟ 7 أشهر الوزارة قاعدة، علاه ما داروش مخطط وبرامج؟ وكي دخلنا ولاو أخدمتها هاك، السبت خدموا السبت ما تخدموش، صابوا الأساتذة يهضروا على السبت بزاف، راه ما راحين يتكلموا على السبت حوايج نحوها. لذلك نداء لوزارة التربية للنقابات أو للتلاميذ، بارك الله فيكم، ارحموا هذا التلاميذ وارحموا هذا الأبناء وارحموا هذا البراعم. كما قلت راح نعوقوا جيل كامل، نعوقهم جسديا، لأنه راهم في مرحلة إنشاء العظام وإنشاء الجسم، مرفوض أنه يجلس في طاولة من 8 للـ12:15. ومن جهة أخرى رانا نكرهوا فيهم في المدرسة بهذه الطريقة، يكره القسم ويكره المدرسة ويكره التعليم ويكره التعلم. لما يجي رام يبكو، كما قلت عمره التلميذ اللي يحب المدرسة ويحب يقرأ رام يبكو، اللي عمره ما بكى راه يبكي، لأنه راه يجي من 8 للـ12:15. مرفوض كما قلت التوقيت هذا اللي دارته الوزارة مرفوض. لذلك نداء الوزارة التربية ونداء للنقابات باش يتكلموا، ونداء الأولياء التلاميذ باش يتكلموا ويطالبوا بتغيير هذا التوقيت وهذا البرنامج تحضيري والسنة الأولى والثانية. مرفوض أنهم يدرسوا من 8 للـ12:15 ومن 1 للـ5:15، هذا مرفوض. كما قلت رانا نعوقوا فيهم جسديا ورانا نكرهوا لهم في التعليم وفي المدرسة وفي الأقسام وفي التعلم. إن شاء الله هذه الكلمة وهذا الفيديو يلقى آذان صاغية عند الأساتذة والأولياء والنقابات والوزارة بحد ذاتها. بارك الله فيكم، إن شاء الله يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار. كما قلت مرفوض أن تلميذ في التحضيري 5 سنوات و6 سنوات يجلس في الطاولة من 8 للـ12:15، مرفوض. أولى سنة أولى والتحضيري والثانية رام في مرحلة تكوين العظام، ومن المفروض نحبوا لهم الدراسة نحبوا لهم القسم، لذلك ما نشدوهمش في المدرسة من 8 للـ12:15. لابد يصيبوا حل ويغيروا هذا التوقيت ويديروا مخطط وبرنامج يتلائم مع الفئة هذه، فئة التحضيري والسنة أولى. والسلام عليكم ورحمة الله.